منذ وجود الإنسان على سطح هذه المعمورة وهو يتأمل في نجوم السماء كان يتساءل عن طبيعة الكون عن تطوره ويريد فهم الظواهر الطبيعية متعطش باستمرار لمعرفة كل صغيرة وكبيرة في المحيط الذي يعيش فيه يعني الحبوبة كان كيريو من طبيعة الإنسان أنه فضولي فظهرت العلوم الفيزيائية لمحاولة الإجابة على بعض الأسئلة سنحاول من خلال هذا العرض تعرف على القوى الأساسية الموجودة في الطبيعة مع ذكر أسماء بعض العلماء الذين شاركوا في اكتشاف هذه القوى عبر التاريخ عدد هذه القوى 4 ولو أن في الوقت الحالي كثير من العلماء ذكروا قوى 5 ولكن يبقى الهدف الأسمى لعلماء الفيزياء هو توحيد هذه القوى إلى قوة واحدة يستطيع الإنسان من خلالها فهم كل الظواهر الفيزيائية كوبرنيك عالم ما عرفناها بولوني ولا ألماني حسب المعلومات اللي عدنا أصله بولوني هذا العالم أزعج أهل الكنيسة في ذلك الوقت عندما قال أن الأرض هي التي تدور حول الشمس وليس العكس لأن في ذلك الوقت الكنيسة كانت تعتبر الأرض مركز الكون وكل النجوم والكواكب تدور حولها وتعتبر كل رأي مخالف كفر قد يؤدي صاحبه إلى الهلاك يعني إلى الموت المعلم الهيليو مركزي لوربير إليو سنتريك يدعى أيضا معلم كوبرنيك وكلمة هيليو باللغة اليونانية معناه الشمس يعني أن الشمس مركزية وكل الكواكب تدور حولها كيبلر الألماني الذي جاء بعد كوبرنيك أيد كوبرنيك في نظريته الهيليو مركزية وأضاف معلومات هامة جدا بحيث أثبت أن مسار الكواكب ليس دائري كما كان يعتقد كوبرنيك ولكن المسار إهليجي إليبتيك بيضاوي موفمون إليبتيك يعتبر غاليلي من مؤسس العلوم الفيزيائية التي ظهرت في ذلك الوقت كعلوم دقيقة والرياضيات أصبحت لغتها أساسية وضرورية لتفسير الظواهر الطبيعية وأيد غاليلي هو الآخر كوبرنيك في نظريته الهيليو مركزية بالرغم من تهديدات الكنيسة وباكتشافه للنظارات للونات أسترونوميك أثبت دوران الأرض حول الشمس وساهم كثيرا في علم الفلك ولد نيوتن الإنجليزي سنة واحدة بعد وفاة غاليلي ويعتبر أب الميكانيك الكلاسيكية مؤسسها le père de la mécanique classique واعتمد على أعمال غاليلي وألف كتابه الشهير Principia Mathematica ويعتبر هذا الكتاب إلى يومنا هذا أغنى كتاب علمي في العالم القصة الشهيرة لسقوط التفاحة أثبت نيوتن أن القوة التي تسبب سقوط التفاحة هي نفس القوة التي تجعل القمر يدور حول الأرض وبالتالي وحد السماء والأرض بقوة وحيدة سميت هذه القوة القوة الجاذبية فورس جرافيتاسيونال ونرمز لها بالحرف جي بعد قرنين من الزمن تقريبا ظهر أينشتاين ألبرت أينشتاين الذي
استطاع أن يفسر مفهوم الجاذبية. الجاذبية التي الظاهرة هذه كانت غامضة في عهد نيوتن. لقد جمع أينشتاين الأبعاد الثلاث للفضاء مع البعد الوحيد للزمن في نسيج واحد ما إسباستون، يعني فضاء زمن. هذا النسيج قابل للتشويه حسب الكتلة الموجودة فيه، فكلما كانت الكتلة ضخمة كبيرة كلما كان التشوه أهم. وسميت هذه النظرية بالنسبية العامة La Relativité Générale. في سن 30 من عمره كان على أينشتاين إيجاد صورة جديدة للكون لا تتجاوز فيها الجاذبية حد السرعة الكونية. زيادة عن انشغالاته اليومية كان يجتهد فكريا لحل هذا اللغز، وبعد ما يقرب من 10 سنوات وجد أخيرا الجواب في نوع جديد من التوحيد. اعتبر أينشتاين الأبعاد الثلاثة للفضاء والبعد الوحيد للزمن مرتبطة ببعضها البعض في نسيج واحد إسباستون فضاء زمن. كان يأمل أن يسمح له هذا التصور، هذه الهندسة المتمثلة في نسيج رباعي الأبعاد، بالتحدث ببساطة عن الأجسام المتحركة على طول سطح هذا النسيج مكان زمن إسباستون. هذا النسيج فضاء زمن يشبه سطح الترامبولين الذي يتشوه بفعل الكواكب والنجوم، وهذا التشويه هو الذي يسبب شعور الإنسان بمفهوم الجاذبية. كوكب الأرض موجود الآن في مداره، ليس لأن الشمس تتحكم فيها وتؤثر عليها آنيا كما في نظرية نيوتن، ولكن لأنها تتبع ببساطة منحنيات النسيج فضاء زمن وهي الناتجة عن وجود الشمس. بهذا التصور الجديد حل أينشتاين الصراع مع نيوتن حول انتشار سرعة الجاذبية، والأهم من ذلك أعطى أينشتاين صورة جديدة للعالم لمفهوم قوة الجاذبية. إنها منحنيات وتشوهات في نسيج الفضاء والزمن. سميت هذه الصورة الجديدة بالنسبية العامة، وبعد سنين قليلة انتشرت شهرة أينشتاين عبر العالم. بفضل النسبية العامة لأينشتاين وقوانين نيوتن استطاع الإنسان أن يصل إلى سطح القمر، وإلى يومنا هذا فهو يتحكم في الفضاء، أقمار صناعية، صواريخ إلى غير ذلك. الظواهر الكهربائية قديمة، يمكن أن نذكر فولتا واسمه مرتبط بوحدة التوتر الكهربائي وهو مخترع الأعمدة لبيل، ماري أمبير وهو أيضا الفرنسي اسمه مرتبط بشدة التيار ومخترع للوشيعة لابوبين التي تلعب دور هام في الكهرباء. طبعا لا ننسى توماس إديسون الأمريكي مخترع المصباح. الظواهر المغناطيسية هي الأخرى قديمة وقديمة جدا، ظهرت ما قبل التاريخ. أرستد كريستيان الدنماركي أثبت وجود علاقة بين التيار والظواهر المغناطيسية، سميت إلكترومغناطيسم كهرو مغناطيسية. فارادي الإنجليزي مخترع وعاء التحليل الكهربائي للإلكتروليز أثبت وجود علاقة بين الكتلة والتيار. لكن الفضل يرجع إلى هذا العالم ماكسويل الذي بواسطة معادلاته الأربعة الشهيرة توحيد الظواهر الكهربائية والمغناطيسية بقوة وحيدة سميت قوة كهرو مغناطيسية. طبعا لا ننسى نيكولا تسلا، أصله نمساوي واعتنق الجنسية الأمريكية فيما بعد، ويعتبر أب مخترع يعني التيار المتناوب اللي عندنا في المنازل.
القوة الثانية إذن هي القوة الكهرومغناطيسية، نرمز لها بـ EM، E pour dire électricité، M pour dire magnétisme، وتدرس في سنة ثانية ثانوي. من أهم تطبيقات هذه القوة المحركات الكهربائية، مع أول محرك كهربائي لارو دو بارلو، ولكن لدينا الآن في المنازل كثير من المحركات الكهربائية، الغسالة، الماشين لافي، الروبو، الطحن، اكسيتيرا، حتى برسوز، السيارة كهربائية مثلا. يمكن إضافة من وسائل النقل كمثال هذا القطار، مونوراي، في المجال الطبي، يعني التصوير الطبي، الإسكانير، إكسيتيرا، إلى غير ذلك. ماري كوري البولونية هي أول امرأة درست الفيزياء في الجامعة، لأن في ذلك الوقت مستحيل تجد امرأة تدرس الفيزياء. زوجها بيير كوري الفرنسي، واكتشفت ماري كوري ظاهرة الإشعاع هي وزوجها. نلاحظ في هذه الصورة مع زوج ماري كوري وزوجها، بكري ما كانش عندهم مرسيدس، بيسيكلات. أوري بيكريل الفرنسي، واسمه مرتبط بوحدة النشاط الإشعاعي، مع ماري كوري تم اكتشاف النشاط الإشعاعي. وتعتبر القوة الثالثة سميت بالقوة النووية الضعيفة باللغة الإنجليزية، الرمز W، لأن في اللغة الإنجليزية weak معناتها ضعيف، force nucléaire faible. اعتمد إرنست روترفورد على أعمال ماري كوري وأعطانا نموذج الذرة اللي نعرفها حاليا أنها تحتوي على نواة وسحابة إلكترونية، وقال جملة شهيرة ذاك الوقت: إن مش دون زين كاتدرال. ومعنى هذا الجملة لأنه اندهش بعد تجربته الشهيرة لورقة الذهب واكتشافه لهذا النموذج، شبه الذرة بالكنيسة اللي هي ضخمة، والنواة اللي هي ذبابة ودبانة مركز. والعجيب أن كتلة الذرة هي تقريبا كتلة النواة، يعني كل الكتلة متمركزة في الذبابة. احنا في الحقيقة لما نشوف مثلا سطح الماء أو صبورة أو جدار نقول بأن المادة مستمرة، لا يعني ما تجيش في فكرة أن هناك ثقوب فراغات، فالمادة في فراغ كبير جدا حسب هذه الجملة الشهيرة التي ذكرها روترفورد. في بداية القرن العشرين ظهرت فيزياء جديدة، يعتبر مؤسسها هو بلانك، سميت بالفيزياء كوانتيك، فيزياء الكم. ويمكن نذكر علماء آخرين مثل نيل بور، شرودينجر. وهذه الصورة أخذت في بروكسل عام 1927. نلاحظ وجود بلانك مؤسس الفيزياء الكم، نيل بور، شرودينجر، وعلماء آخرين لورنز، ديراك، باولي، و أينزنبرغ. نلاحظ أيضا في هذه الصورة وجود أينشتاين في الوسط، وماري كوري بين بلانك ولورنز المرأة الوحيدة. ونذكر أن 90% من هؤلاء العلماء عندهم بري نوبل، ماري كوري عندها زوج مثلا. و أنا اكتفيت بذكر بعض العلماء تاع الفيزياء الكم، يعني لا فيزيك كونتيك. نريد نفتح قوسين، أتكلم عن فيزياء الكم، لا فيزيك كونتيك،
انا كي درست في جامعة وهران الموديل هذا تاع فيزيك كونتيك كررته بقى 3 مرات بديته وما فهمتهش صراحة. يعتمد على معادلات او رياضيات مستوى عالي جدا، ونسمع بعض الكلمات يعني مثلا ميكانيك كونتيك، الكتروديناميك كونتيك، شيمي كونتيك، حتى اورديناتور كونتيك. من اهم تطبيقات فيزياء الكم لابليكاسيون دو لا فيزيك كونتيك يمكن ان نذكر لو لازر. يستعمل اللازر في تقطيع الفولاد بدون تشويه، ويستعمل ايضا في الطب مثلا عمليات جراحيه مثل طب العيون. لي ترانزستور، هاد لي ترانزستور حبه عدسس يعني صغيره. كما كنا نشوف التلفزيون كانت عندها كرش كما حنا نقولوا، دوك التلفازه راهي اكسترا بلات ونوعيه عاليه في الصوره وفي الصوت، وحتى يعني لي موبيل الموجودين الان 10 سنتيمتر طول، سنك ميم با 1 سنتيمتر، ويعتبر اورديناتور، والصوره فيه والصوت يعني نوعيه عاليه. هذا يعتمد على هذا دور الترانزستور. بلاسكا اسماعيل هذا ماشي بولوني، هذا تلمساني، ولد بلادي جزائري، واكثر من ذلك ولد حومتي، وتربينا في حي واحد هو قنبيطة من مدينة وهران. هو درس في ثانوية لطفي ثم بجامعة وهران السينية، ثم واصل دراسته بألمانيا، الدكتوراه في مجال فيزياء الكم جوستومون فيزيك كونتيك، ورجع إلى البلاد وكان أستاذ في جامعة وهران يدرس هذه المادة، وهو حاليا يعني مسؤول سامي في جامعة سينيا بوهران. الصورة اللي لاحظها كان يتقهوى معايا إسماعيل قبل ما نروح نصيدو، كانت عندنا ديك الموهبة اون باسيون كومون لا بيش على لين. وفي الحقيقة مازال نتكلمو على المشروع ديك الصورة سنة 80s. نتكلم حاليا على إعادة الرجوع إلى هذا المكان اللي هو كريستال، الفار دو كريستال. تكلمت على بلاسكا زميلي لأنه زار هذا المضرب وأعطاني معلومات قيمة حول هذا السيرن، موجود منطقة بين سويسرا وفرنسا. هي مدينة في الحقيقة، النص تبنى تحت الارض والنص فوق الارض، يعني تخدمت الاف من العلماء في شتى المناطق في العالم. المسارع النووي اكسيلاتر دو بارتيكول في الصوره هذه، ان تونال دائري طوله تقريبا 30 كيلومتر ومبني تحت الارض 150 متر تحت الارض. يعني ان في فيزياء الكم باش نشوف حاجه صغيره مجهريه لازمنا اله كبيره، يعني المشكل تناسب عكسي. هذا هو الموضوع تاع فيزياء الكم. ريشار فينمان هذا عالم مشهور، الاب نتاع الالكتروديناميك كونتيك، مؤلف كتب عديده في هذا المجال، وكان يدرس في جامعه الولايات المتحده ومحبوب لدى الطلبه. قال جمله شهيره في ذلك الوقت للتلفزه والصحافه: Je crois pouvoir dire sans risque de me tromper que personne ne comprend la mécanique quantique. هذه الجملة الشهيرة اللي قالها هذا العالم، رمز تواضع كبير من طرف هذا العالم، يقول باللي تا واحد ما يفهم لا ميكانيك كوانتيك، هو كان يقري لا ميكانيك كوانتيك. اذا ما كنتش وحدي كي قلت لكم باللي ما فهمتش الموديل وديته.
نرجعوا للدبابة اللي تكلم عليها ريترفورد، لأن نواة الذرة اللي فيها بروتونات ونيترونات، بروتون ونيترون. احنا الحمد لله اللي الفيزياء الكاملة تدرس في الثانوي. احنا في الثانوي في المستوى النهائي نكتفي بالقول أن النواة فيها بروتونات ونيترونات، وهناك قوة تماسك تربط بيناتهم اللي هي القوة الرابعة اللي راح نتكلم عليها بعد قليل. لأن بالنسبة للكيمياء الكم البروتونات والنيترونات هي بدورها مؤلفة من دقائق صغيرة جدا، ونسمع كلمات يعني ألفاظ نوعا ما غريبة، مثل ما نش عارف ليبتون ميون بوزون اكسيتيرا، يعني كلمات غريبة جدا. وواحد العالم فيزياء الكم فيزي كونتي قال لو كنت أعلم أن في النواة توجد هذه الحبيبات كنت ندير فلاحة خير لي. روبر أوبنهايمر يعتبر أب القنبلة الذرية تو سامبلومون. عند انفجار القنبلة الذرية تتحرر طاقة هائلة عرفها الإنسان، وهي ناتجة عن تحطيم النواة البروتونات والنيترونات اللي تكلمنا عليهم. القوة الرابعة تدعى قوة نووية قوية، force nuclear force باللغة الإنجليزية S، معناه strong معناه باللغة الإنجليزية for. force nuclear force منسوبة إلى النواة. في وقت السلم تحول طاقة نووية إلى طاقة كهربائية يستفيد منها الإنسان. والخلاصة إذن وجود أربع قوى، قوة الجاذبية وثلاث قوى أخرى، قوة الكهرومغناطيسية وقوى الضعيفة والقوية المنسوبة في النواة، ولكن بالمقارنة القوة الجاذبية هي أضعف من القوى الثلاث الأخرى. وبينما يحاول الإنسان توحيد هذه القوى ظهر مشكل الثقب الأسود. بالأسود أسود معناه رمز مجهول، الإنسان ما يعرفش أسباب هذه الظاهرة. وكثير من العلماء ذكروا إذن وجود قوى خامسة.